vous le batteur. Monster Legend فموت ما لعبناش فاليوم عندي الحوايج جوج احزان جوج وحوش وهاد وحش ديالها بزاف ها يعني هاد الحوايج اللي تنال يعني هذا فهمت منو باش نعرفوش ام ولا لا وين تيجينا فهذا بدي نجربو اول واحد اللي هو هذا فهذا من مود وانا كان يكون عندهم ما عقلش كيفاش ديت او يعني حركه معره وطبيعه الحال ما كاينش مطيشه كان دغيا غادي نزيدوها دغيا غادي نجيبوها ولكن اول حاجه جزيره جديده فاشيا ولونغ تدي ما كاين هو في القائمه الاولى فاشيا ولونغ دابا نجيو لهذا ها ويت باند لاف غادي نمشيو نجمعو مطيشة و غادي نرجعو ليكم صافي نصور لكم هاد اللحظة حيتاش ندوز معاها تيليفون وات من هنا خرج 470,000 مطيشة هذا لا شيء يبان لكم يا إلهي هذا نخسرو كل شيء فاشكون هذا هذا تريفل هذا هذا العدوى ديالهم اليوم الأمراض أخيرا بعد ما جمعنا هاد الشيء فا دابا حان الوقت باش أنا نبداو نطورو هذا باش بكل زي بحال هكا باش خرابيط هي طيب ما كفيش ما كفيش الساعة ما عرفت شنو وقعت تقطع هالشي نزيدو ليها هالشي أضعف وحش طورته وني كان ما عارف لي فايدة ديالي ديال بحال دارمان هذا ما خصوش ديال قوة داخل ديال هذا صافي فانتا ما انا ما نديرو بيك المنطقة
علاش هذا تحوح تحول حمر وطول ما عادش مفخص من سلبي الفيديو شدي ودي تقطع على حسب المساحة. انا قد ادير كومبيتيونس ويرجع لكم اخيرا بعد ما قدينا هذا الموضوع رجع لهنا يا بس دارمان دارمان حبس واحد الطريقة لا لا مش انت هاللي كيدير هو يا الهي المشكلة ديال راه دغيا يموت فأول مميزة شو كيدير اليوم صافي فأول حاجة يعني ماشي فايدة ثاني حاجة كي دمجي بزاف تالت حاجة كيعاون راسو ولي بزاف الخصائص لا يعني شخصية واعرة واعرة ماشي بيك واعرة فقبلي هنا فين غادي ننهي الفيديو حيت ترى الفيديو راه قصير والوقت راه ما كافيش زايد ان راه شحال باقي ونمشيو للتراويح غادي راه يلا 47 يعني ما بقى والو غادي نمشي فما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ويلا بيك سيكم المهم نقول لكم على الخبر بان راه بقاوها شويه ديال لي زابوني ونوصلوا يعني باقيينها سبعه باش نوصلوا الميات ابوني فهادي تكون شي حاجه اللي خياليه ولاول مره غادي نوصل ليها فالفيديو الجاي نقدروا ندويو على هاد البلاصه شنو هما الخصائص ديالها مثلا فهنا فين غادي نهيو الفيديو يلا